شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعد، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشمائل المحمدية، واليوم إن شاء الله سنتكلم عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام. في بداية الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس خاتم الذهب، يعني خاتم مصنوع من ذهب، ثم حرم الله سبحانه وتعالى على الرجال لبس الذهب، فألقاه عليه الصلاة والسلام ولبس خاتم من فضة، مصنوع من فضة، وهذا الأمر يسمى نسخا، أن يكون في شيء بالشريعة ماشين عليه ثم يتغير الحكم، شيء يكون حلال بعدين يتغير يصير حرام، أو حرام بعدين يصير حلال. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها، يعني أجاز زيارة القبور، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وليش ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ سبب، فإنها تذكر الآخرة. فقد يكون هناك من الأحكام الشرعية ما يكون جائزا ثم يكون محرما، أو العكس، فكانت زيارة القبور محرمة ثم أجازها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لغرض محدد، وهو ترقيق القلب وتذكر الآخرة. ليش؟ لأن الإنسان سبحان الله يكون منشغل في هذه الدنيا، رايح من وزارة لوزارة، والتجارة ومسافر والأولاد والزوجة وغيرها من الأمور والربع يعني الأصحاب، وينسى الآخرة، ينسى الدار الحقيقية وهي دار الآخرة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فزوروها، يعني زوروا القبور. ليش؟ لأنها تذكر الآخرة. أنت لما تزور المقبرة تتذكر أن مصيرك إلى هذه القبور. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس خاتم من ذهب، ولا يجوز أن نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل المحرم، لأن قد يفهم بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقعا في الحرام. لا، خطأ، حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يلبس الذهب وهو محرم، بل كان جائزا، ثم لما حرم فألقاه عليه الصلاة والسلام مباشرة، ثم لبس خاتما من فضة، لبس عليه الصلاة والسلام خاتما مصنوعا من فضة. إذن يجوز للرجل أن يلبس خاتم فضة. طيب، والمرأة هل نقول أن كذلك المرأة تلقي ما تلبسه من خواتم الذهب؟ لا، هذا يجوز للمرأة، أما الرجل فلا يجوز له. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام مسك في يد الحرير وفي اليد الأخرى ذهب، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الذهب والحرير يجوز لبسهما للنساء ولا يجوز لبسهما للرجال، طبعا إلا ما استثني، يعني الحرير استثنى النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الإصبعين أو ثلاثة أو الأربعة، يعني كقطعة صغيرة بمقاس إصبعين أو مقاس ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع يجوز، أو الإنسان يكون عنده حكة مثل ما كان واقع لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنها، إذا لبس مثلا قطن أو إذا لبس صوف يصير في حكة مثل ما نقول إحنا حساسية، فأجاز له النبي عليه الصلاة والسلام لبس الحرير. ليش؟ لأن الحرير ناعم ولا يسبب الحكة، فيجوز لبس الحرير للحاجة، يجوز لبس الحرير للحاجة أو إذا كان هناك مرض. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس خاتم الذهب فألقاه فلبس خاتم الفضة، فهذا الأمر الأول. الأمر الآخر، كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام منقوشا. شنو كان نقشه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان نقش خاتم النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، كان مكتوب هكذا، محمد في السطر الأعلى، رسول في السطر الثاني، الله في السطر الثالث. طيب ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختم الكتب، لأن الملوك في ذاك الزمن كانوا حتى في هذا الزمن ما تقبل الكتب إلا المختومة موثقة، فصار النبي عليه الصلاة والسلام عنده خاتم، والخاتم هذا منقوش محمد رسول الله. في طبعا بعض الناس يظن أنها بالعكس، مكتوب الله رسول محمد، لكن رد هذا الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره من العلماء أن لا، الأصل أنه مكتوب محمد رسول الله بالترتيب، وهذا ليس فيه أي احتقار ولا أي إهانة لاسم الله سبحانه وتعالى، وطبعا تكون مكتوبة في العكس عشان وقت الختم تكون مضبوطة.
إذن الأمر الآخر أن نقش خاتم النبي عليه الصلاة والسلام الفضي هو محمد رسول الله. الأمر التالي، في أي يد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الخاتم؟ طيب، ففي أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس خاتم في يده اليمنى، في أحاديث أنه كان يلبس خاتم في يده اليسرى. وقال ابن القيم رحمه الله: وكل هذه الحديث صحيحة، يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم باليمين، وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم في اليسار. فيبي يلبس خاتم، يبي يلبس بيد اليمين أو باليد اليمنى أو باليد اليسرى، نقول هذا جائز وهذا جائز. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام اللبس باليمين، ورد اللبس باليسار. طيب، في أي إصبع كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الخاتم؟ إلى هذه الدرجة وصل الصحابة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام من الدقة. نعم، وهذا دليل كما قلت لكم مرارا وتكرارا لحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام له. قالوا كانوا يلبسه في الخنصر، اللي هو الإصبع الصغير. كان يلبس النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم في خنصره عليه الصلاة والسلام. طيب، ورد حديث ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء معين. علي رضي الله تعالى قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ألبس الخاتم في هذه أو في هذه، يعني في الإصبع الإبهام أو السبابة. فنقول للرجل: لا تلبس الخاتم في الإبهام ولا تلبسه في السبابة. فتريد أن تلبس كما كان يلبس النبي عليه الصلاة والسلام في الخنصر، أو تريد في البنصر أو في الوسطى، يجوز. لكن في السبابة أو الإبهام فهذا منهي عنه، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله تعالى عنه. طيب، أين خاتم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين مكانه؟ هل هو في مكة؟ هل هو في المدينة؟ هل هو في المسجد الأقصى؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الخاتم، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام صار الخاتم عند خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر الصديق. وبعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صار الخاتم عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين. وبعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه صار الخاتم عند عثمان رضي الله تعالى عنه. وبعد عثمان، لا نقول بعد عثمان، بل سبحان الله، ضاع خاتم النبي عليه الصلاة والسلام في زمن عثمان في بئر أريس، في بئر اسمه أريس. وين؟ في عند قباء، حوالين مسجد منطقة أو بئر، هذا بئر أريس موجود حوالين مسجد قباء، كان عند معيقيب. سبحان الله، طاح هذا الخاتم في البئر، وبحثوا عنه وما وجدوه، ففقد الخاتم في بئر أريس من معيقيب، اللي هو اللي كان يحفظ خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، يستخدمونه لختم الكتب، لختم الكتب الذي كان مكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم في اليد اليمنى أو اليد اليسرى، وكان في البداية من ذهب، ثم حرم من ذهب، فصار يلبس خاتم من فضة، وكان منقوشا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقد خاتم النبي عليه الصلاة والسلام في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه في بئر أريس من معيقيب رحمه الله تعالى. فهذا هو كان وصف خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، وصفوه أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم بدقة متناهية. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يحشرنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، نحن ومن نحب من أبائنا وأمهاتنا ومن أصحابنا المؤمنين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وصلي الله وسلم على نبينا محمد.